السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة سامية فرحان. في فيديو اليوم سنتكلم على قضية الأخت حنان التي منعت من الدخول إلى المدرسة بسبب حجابها. أمر مهول بالنسبة لي كامرأة مسلمة مغربية. يعني استعجبت للأمر، ولكن أين أنتم أيها النسويات المؤمنات بالحرية الشخصية؟ أليس من حق هذه الفتاة أن تلبس حجابها؟ وكذلك أين أنتم أيها الدعاة وعلماء الدين؟ لماذا لم تقوموا بزيارة كمجموعة من العلماء إلى هذه المدرسة للحوار مع هذا المدير وفتح الخطاب؟ لماذا ستمنع بنات المغرب من دخول مدارسها إذا كانوا يرتدون الحجاب؟ أعرف أن هذه حالة استثنائية وأن الحجاب مباح في مجتمعنا المغربي الإسلامي ذا دستور ينبع من قيمه ورموزه مثل الدين، فنحن دولة مسلمة، وإذا المرأة اختارت أو الفتاة اختارت أن تلبس حجابها لا يجب منعها. فأتمنى أن نرى النسويات ونرى كل من يؤمن بحقوق الإنسان ونسمع أصواتهم على حرية المرأة أن تخلع لباسها بنفس علي الصوت. فنحن بالانتظار، لكن له أختي حنان، سيري على طريق، فالله هو المستعان. نصركم الله فلا غالب لكم، وأنت على الطريق الصحيح، أساندك أختك في الله. سامي فرحان. يا أختنا في الله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان، إن الحجاب مع التقى وجنة وجنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب. على جيوبهم ولا يبدين زينتهن